أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مصر وهي محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية. يأتي ذلك في إطار استمرار الدور المصري الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون جراء العمليات العسكرية بالقطاع.